وأما قوله قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يقيم ما شاء من القلوب ويزيغ ما شاء من القلوب، فهو مقلب القلوب. فإنه ليس في ظاهر الحديث أن القلب متصل بالأصابع. إذا كنا نجهل كيفية أصابع الرحمن سبحانه، نجهل بالتالي كيف تكون القلوب بين إصبعين من أصابعه، نجهل كل ذلك. ولكننا نؤمن بأن لله أصابع حقيقية ليست كأصابعنا. إذا مر عليك حديث كهذا فيه ذكر الأصابع، فيه ذكر اليد، فيه ذكر الساق، فيه ذكر القدم، لا ينبغي أن يتبادر إلى ذهنك التشبيه، أي تظن أن أصابعه كأصابع المخلوقين. لا، أصابع تليق به، بدليل إنك آمنت بالله وبذاته العلية وأنت لا تعلم كيفية ذاته. هل آمنت بالله وبذاته العلية بعد أن علمت كيفية ذاته؟ هل ذاته كسائر الذوات؟ إيمانك بالله إيمان إثبات وتسليم، سلمت لله سبحانه وتعالى ولنبيه الأمين وأثبتت ما أثبت الله وما أثبت رسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات، وأنت تجهل تماما حقيقة الصفات، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحذو حذوة. أي إذا جاءتك وسوسة في نصوص الصفات كهذه، تذكر إيمانك بالله بأنك آمنت بالله تعالى وأنت لم تعلم حقيقة ذاته، ولن تعلم، ولم تدرك حقيقة ذاته ولن تدرك، فليكن إيمانك بالصفات كإيمانك بالذات. إيمانك بالذات مرة أخرى إيمان تسليم وإثبات، إيمان تسليم لله في خبره وتسليم لرسول الله عليه الصلاة والسلام في خبره، ثم إثبات الحقائق التي أثبتها الله وأثبتها رسوله عليه الصلاة والسلام في الذات والصفات والأسماء والأفعال والقضاء والقدر وفي جميع المطالب الإلهية. كل ذلك من الأمور من الغيب، من صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. لا تحاول أن تدرك هذه الحقائق لأنك لم تدرك، ولكن تهلك لو حاولت أنك تدرك، لأنك تخرج بإحدى نتيجتين: إما التشبيه المحض فذلك كفر، وإما النفي هو الكفر الثاني. السلامة في التسليم، السلامة من الكفر في التسليم لله والتسليم لرسوله عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك من الإيمان بالغيب. الإيمان بالغيب هو التسليم والإثبات، لا يزيد على هذا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأما قوله قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، فإنه ليس في ظاهر الحديث أن القلوب أن القلب متصل بالأصابع ولا مماس لها، أي هذه الألفاظ لا تدل على هذه المعاني التي يدندن حولها الخلف، ولا أنها في جوفه ولا في قول القائل. لو قال قائل هذا بين يدي لا يقتضي هذا التعبير مباشرته ليديك. وإذا قيل والسحاب المسخر بين السماء والأرض، السحاب فوقنا بين السماء والأرض، هل السحاب لاصق بالسماء؟ لا. وهل هو لاصق بالأرض؟ لا. إذن يتصور
أن يكون شيء بين شيئين لا يكون متصلا بأحد الشيئين، لا بهما ولا بأحدهما. السحاب المسخر والسحاب المسخر بين السماء والأرض، والطائرة عندما تطير تطير بين السماء والأرض، لا هي متصلة بالسماء ولا بالأرض بل بينهما. أشياء كثيرة لا يلزم من قوله عليه الصلاة والسلام إن أصابع العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن أنها لاصقة ومتصلة بالأصابع القلوب، ليس ما يدل على هذا عندما تفهم النصوص على حقيقتها. قال الشيخ رحمه الله: إذا قيل والسحاب المسخر بين السماء والأرض لم يقتضي هذا الأسلوب وهذا الخبر أن يكون السحاب مماسا للسماء والأرض، ونظائر هذا كثيرة جدا في الكتاب والسنة وفي كلام الناس، واضح جدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: